السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم وصفة تركية كتير طيبة، اسمها كباكتة ليسي أو حلا القرع. أنا أخذت الوصفة هاي من ست هلا، بحييها وبحييكم جميعا حتى تشوفوا طريقتها وتجربوها، وإن شاء الله حتعجبكم. راح أترك لكم رابط الوصفة أسفل الفيديو، تابعوني لنشوف طريقة التحضير سوا. مكوناتها كتير سهلة. رح نحتاج طبعا القرع أو اليقطين، رح نحتاج لجوز عين الجمل، سكر، ليمون، قرفة، طحينة. هلا أنا جربتها مرتين، المرة الأولى جربتها في هذا النوع من اليقطين لكن انهارت معي بالطبخ، طلع كتير اللب خفيف، فبنصحكم لو حابين تجربوها جربوها باللي بيجي حجمه كبير واللب خميل مثل هاد، فان شاء الله رح تطلع معكم الوصفة متماسكة وكويسة. الخطوة التالية، نحط كمية السكر على اليقطين، نحركه ونغطيه بنايلون ونحطه بالتلاجة لتاني يوم. هون إلها ساعتين تقريبا، شوفوا ما شاء الله كمية السائل. لسه برضو بدي أخليها لبكرة لحتى تنزل كل كمية السوائل اللي فيها. وبعد مرور 24 ساعة راح نحطهم بالطنجرة مع السائل طبعا ونطبخهم على الغاز، بدهم تقريبا ساعة لساعة وربع لحتى تستوي حبات اليقطين معنا. هلا برفعهم على نار عالية حتى يغلى، بعدين بوطي الغاز، بضيف المنكهات اللي هي زي عود قرفة أو قرنفل وعصرة الليمون، بوطي وبتركها لحتى تستوي حبات اليقطين. بعد مرور ساعة تقريبا أصبح بهذا الشكل وحبات اليقطين استوت. بحطها بصينية الفرن وبدير عليها الصوص او الشيرة تبعتها، بس بخليها تتكثف اشي بسيط بالفرن، او لو حبيتوا تكتفوا بخطوة الغاز بس لحالها ممكن. بس يبرد بنزينها بالطحينة والجوز. بتمنى تجربوا الوصفة لانها عن جد تستحق التجربة وكتير طيبة. اشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمة، والى اللقاء.